ايميل موفي ايكن بنطلق معكم بحلقه جديده عبر هذا البرنامج ومثل كل اسبوع بنعرفكم على افلام او اسماء لمعت بالسينما العربيه او الاجنبيه. فيلم اليوم يحاكي قوة المرأة فيلم اليوم بعنوان مس كونجينياليتي. هذا الفيلم هو فيلم كوميدي تم انتاجه بالولايات المتحدة وصدر بالسنة 2000. بتدور قصة الفيلم حول جاسوسة اسمها جريسيا يلي بتلعب الدور الممثلة ساندرا يلي تترشح جريس على مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة كجاسوسة مكان المتسابقة يلي هي كان لازم تكون من نيو جيرسي لتحاول من خلال هذا الموضوع والمسابقة جمع المعلومات عن صاحب المسابقة لتكون عم تكشف أسرار وإنبلة مخباية وراء هالمسابقة وتكون عم تقبض على إرهابة وكان أحد شروط قبولها بالمسابقة هو تكون عم تتخلى عن المظهر الرجولي يلي كانت عليه فبتصير مهمتها مهمتين الأولى أن تكون عم تقبض على الإرهاب والثانية تكون عم بتغير من شكلها فبتقرر الدخول للمسابقة وقتها بتتمثل إحدى أفكارها بزرع وكيل متخفى بالمسابقة وبيوقع الخيار عليها لأنه بيعتبر أنه كل المرشحين مش قد الحمل وغير مؤهلين فبيقترح زميلة أرك من بعد هذا الموضوع أنه تتولى هي هذا الدور لتحل على المسابقة من خلال رسالة أرسلت من أرسلت من إرهاب مجهول الهوية المعروف بس باسم المواطن لوجود تهديد بوجود إنبلا بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة تم تعيين أرك اللي هو شريك لجريسي وهو بيعتمد على بيعتمد على كل اقتراحاتها بس هو ما بيعطي الفضل لأله بياخذ الكل الفضل لإله بيقوم مدرب المسابقة بتدريبها بتعليم جريسي كيفية أنه تكون عم ترتدي الملابس المشي والتصرف كمتسابقة على الرغم من رعبها بالبداية إلا أنه هي أصبحت بتقدر تتسابق دخلت المسابقة وأثارت إعجاب الحكام خلال المسابقة بالأخص خلال مسابقة المواهب بمهارتها بتقنيات الدفاع عن النفس تم التعرف على العديد من المشتبه بهم بما في ذلك مديرة المسابقة الحالية والفيزة السابقة بمسابقة ملكة الجمال مساعدة كمان فرانك وغيرهم بترافق جريسي المتسابقين كمان أثناء قضاء ليلة بالحفلات حيث كمان بتروح معهم وبتحاول أن تكون عم تبحث بماضي الصبية شرل بس هي بتعرف عن غير قصد من آخرين أنه ماضي هالصبية كان متسابقة بملكة جمال الولايات المتحدة مشكوك فيه بما في ذلك حقيقة أن فازت من بعد ما جاء المتسابق الرئيسي فجأة بالتسمم عندما بتبلغ جريسي الفريق بالموضوع وبتعرف كمان أنه تم القبض على المسمى المواطن بتهمة غير صلة بالموضوع اللي هي راحت لحتى تنبش عليه بتصور جريسي على أن هي بتشتبه بوجود غلط تاني كمان بترجع هي وارك على تكساس لحتى يكونوا عم ينبشوا على هذا الموضوع ويحققوا زياده ضد الاوامر بالجوله الاخيره يلي كنا اخدينها. صدمت جريسي وقتها حصلت على المركز الثاني بالمسابقه وتم تسميه شارل ملكه جمال الولايات المتحده، بس وقتها راحت لحتى تكون عم تقبل وتلبس التاج دغري بتعرف جريسي وفرانك انه بالواقع ابنا لكيفي هو انتحل شخصية ليكون عم بيهدد مسابقة ملكة جمال بأنبلة فدغري بتكب التاج عن راسها لفوق بمشهد المسرح حيث بينفجر وبوقتها بتم القبض على كيسي وعلى فرانك وبتقرر جريسي أنه اثنيناتهم كانوا بدهم يقتلوا الفايز لو مين ما كان بالمسابقة على المسرح انتقاما لأنه خلصت كيسي من منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة مع اغلاق هذا الحدث واستعداد ليكونوا عم بيرجعوا اريك وجريسي للمقر مع اهتمام جديد ببعضهم البعض اطلق المتسابقون على جريسي اسم مس كونجينياليتي بالنسبة لجوائز الفيلم فهن عديدة كان الفيلم خامس أعلى فيلم بأمريكا الشمالية بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية حيث حقق 13.9 مليون دولار أمريكي كمان حقق زيادة بالأرباح بنسبة 5% بالأسبوع اللي بعده وهو ما يكفي لحتى يجعل هذا الفيلم بيوصل للمرتبة الثالثة حقق كمان نجاح كبير بشباك التذاكر حيث حقق أكثر من 106 مليون دولار بالولايات المتحدة وأكثر من 212 مليون دولار بكل أنحاء العالم تم ترشيحه للعديد من الجوائز بما في ذلك جائزتين الجولدن جلوب وحصلت الممثلة ساندرا على أفضل أداء لممثلة بفيلم سينمائي كوميدي وتم كمان ترشيح لأغنية الفيلم يلي هي One in a Million لأفضل أغنية أصلية بصورة متحركة. لنروح كمان للجزء الثاني يلي العمل من هيدا الفيلم Miss Congeniality يلي بالجزء الثاني بتصير إجريسي مسؤولة العلاقات العامة بالمباحث الفيدرالية الأمريكية وسرعان ما بتصير واجهة إعلامية لألها. بس كمان بتواجه تحدي كبير من بعد ما بتعرض ملكة جمال أمريكا شارل والمضيف تبعها للاختطاف بتعرضه وبالجزء الثاني كمان من الفيلم من بعد ما نجحت العميلة الفيدرالية جريسي بمهمتها الأولى داخل مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة وبسبب الشهرة يلي حققتها بوقتها بصير من المستحيل أن تواصل عملها كعميلة سرية مما بيجعل مديرة يرشحها لا تشتغل منصب المتحدثة الأعلامية باسم المباحث الفدرالية وبعد عشرة أشهر من شغلها للمنصب باستمرار تعاملها مع مدربي الموضة وكاميرات الأعلام وإصدارها لكتاب ناجح حاول مشاركتها بهذه المسابقة تتحول لشخصية مختلفة تماما عن السيدة الآسية اللي هي بتعصب بسرعة يلي كانت من قبل مما بيتسبب بغضب العميلة الفدرالية الجديدة اللي هي اسمها سام عليا بتعصب عليها وهي امرأة بتشبه شخصية جريسي القديمة وبالرغم من الخلاف الواضح بين السيدتين إلا أنه المدير بيصمم على أنه تكون سام هي الحارسة الشخصية لجريسي لتسافر معها للاس فيغاس وهناك بيكون عليهم أنه يساعدوا ملكة جمال الولايات المتحدة بحق هذا الفيلم كمان نجاح تجاريا كبير حيث بلغ مجموع إيراداته 101 مليون دولار بينما كانت ميزانية الإنتاج 60 مليون دولار وحصلت النجمة ساندرا على جائزة اختيار تين تشويس للمراهقين لأحسن ممثلة كمان كمان مع كل هيدول الاخبار ومع كل هالمعلومات عن هذا الفيلم بيكون انتهى فيلمنا لليوم يلي هو كان عن مس كونجينياليتي بجزء الاول والثاني هذا كان فيلمنا لليوم انا بشوفكم بحلقات جديده مع فلوم جديده ومع عبر جديده باي باي